الكنين ديال الضحايا بروفيسور؟ بالنسبه للضحايا اللي جاونا هنا للمستشفى ابن رشد، اللي جاو في المركز الجامعي كامل، هما 19 ضحيه، فيهم واحد بنيه صغيره 6 سنين، دونك هذيك مشات لمستشفى الاطفال، و 18 اخرين هادو كلهم اشخاص بالغين، هما اللي جاو عندنا هنا مستشفى ابن رشد للمصلحات المستعجلات. كيف دايره الحاله ديالهم دكتور؟ الجروح واش متفاوته الخطوره؟ قليله؟ كاين مشكل؟ ما كاينش؟ كاين كسر؟ واخا بالنسبه لهاد 18 الحاله، فاش تيجيو حنا تنديو بعدا واحد المخطط اللي تنسميو حنا مخطط الابيض، تيتسمى لو بلون بلون، تيمكننا انه نعتنوا بزاف ديال المرضى في وقت وجيز. وهاد المخطط حنا كنخدموا على بحال واحد الفريق واحد التنسيق، باش نحاولوا نديروا هاد المرضى، حيت هاد المرضى كاع اللي جاو خصنا نديروا لهم سكانيرات تحاليل في واحد الوقت الوجيز، باش نقدروا من بعد فين غادي يمشوا المصالح الاخرى، لان حاله مستعجله بزاف، وتيجيو حيت جاو في خطره واحده. نعم. اذا جاو في خطره واحده خصنا ندير لهم هذا الشيء دغيا باش نقدروا نقضوا في المصير ديالهم. كتكون واحد حالات استنفار بروفيسور في مثل هذه الحالات ديال الحوادث اللي كيكونوا الضحايا كثار؟ هاد حالة استنفار حنا جانا الاشعار الجوي 7 الصباح 7:15، حنا هذيك الساعه حنا تنديروا تتسمى ان بلون دو بري اليرت، يعني من هذيك الساعه تنتصلوا بالفرق الاداريه ديالنا، الفرق التمريضيه، تنقولوا وجدوا راسكم، راه ربما يقدر يجيونا الضحايا. بالنسبه لهاد 18 حاله اللي جاتنا، من بعد ما درنا لهم سكانر وكل شيء، عندنا خمسه الحالات خطيره. هاد خمسه الحالات خطيره علاش؟ حيت عندهم واحد الردود في الراس، شويه قباح في الراس والوجه وبعض الكسور. هاد خمسه الحالات هادو صيفطناهم كلهم مصالح الانعاش من بعد. بالنسبه لواحد خمسه الحالات اخرين، هذيك تتسمى حالات متوسطه الخطوره، ولكن خصنا نبقاو مركزين عليهم. هادو الحمد لله ما عندهمش ضربات خايبين في الراس ولا في القفص الصدري، ولكن عندهم كسور اللي خايبه بزاف، كسور في الاطراف العلويه والاطراف السفليه. هادو كلهم غادي تكلفوا بهم الزملاء ديالنا ديال جراح العظام والمفاصل، راه ديجا نعسوا ولا بليبار دابا راه تيفتح ديجا. في الانعاش بروفيسور شحال كاين من ضحيه؟ في الانعاش كاينين خمسه ديال الضحايا. ديال الضحايا هادو اللي قلتي لينا ضربه في الراس، هاد الخطر في الراس، وعندهم ضربه في الرجلين، وعندهم شويه خطيره. بالنسبه لهاد خمسه الضحايا ديال الانعاش، لما الخبر اللي نقولوا حنا نسبيا زوين، يعني حتى شي واحد فيهم ما مشينا ما درناليش تنفس اصطناعي، يعني الحمد لله يقدر يكون المستقبل ديالهم مزيان ان شاء الله. الخبر اللي تا هو نقدروا نقولوا زوين، الحمد لله ما كان عندها شي ضحيه، يعني ما بقاوش تسمعوا شي، يعني كانت وفاه واحده ماشي عندكم هنا في المستشفى بروفيسور؟ ماشي هنا، حنا غير قالوا لنا انه كاين واحد توفى، وكاين في علم ما نستغربش الا كانت وفاه، حيت هذاك اللي غادي يكون صايق قدام، الا كان الكارو دخل في الكاميون، يعني هذاك اللي كان جالس قدام راه تكون الضربه عنده شويه صعيبه. بالنسبه دونك قلت لك خمسه مشاو للانعاش، خمسه مشاو للمصلحه ديال جراحه العظام والمفاصل، مشكورين كثير كثير على ذلك. بقاو الاخرين دونك بقاو تقريبا 8 بقاو 8 من هذوك 8 عندنا 7 غادي يقدروا يمشيو لجورهم، درنا لهم السكانير، خلينا واحد الفتره ديال المراقبه ديال الساعتين حتى ثلاث سوايع، الحمد لله كلشي مزيان، المهم ما عندهمش ضربات شي هذا، خيطنا لهم وكلشي، ولكن شي حاله اللي خطيره ما كايناش. بقى واحد مازال غادي نخليو عندنا واحد شويه المراقبه، واحد 12 ساعه تنتاكدوا من السلامه ديالو، عاد يقدر يمشي لدارو.